بسم الله الرحمن الرحيم. أوضح بس اللي تم ايه. طبعا المفروض كل شويه بعد كده يبدا من صفحه المين ونبدا نخش على كل الصفحات التانية. اول حاجه طبعا فيتشر كالكوليشن دي كانت شغاله قبل كده، مفيش في اي مشكله، تمام، مفيش في اي مشكله في دي. ومكانش ده متفعل او مش فاكر يعني. المهم كل البوتن متفعله دلوقتي. دخلت على فيتشر كالكوليشن، دخلنا على فيتشر كالكوليشن، عايز اعمل الكالكوليشن بتاعي برضو هعمله كده من هنا، تمام. ممكن برضو اخش على فيتشر كالكوليشن من هنا. طب ايه الجديد في الفيتشر كالكوليشن؟ احنا ضفناه موضوع التنسيق اللي انا وريته لكم ده. في الجزء ده فيه انا اضافه ايه امكانيه دي انا ضفتها بس هنا بحيث ان توريها للدكتور ان انا اسجل الداتا دي في اكسل شيت، تمام. هو كان طالب نحط حاجه اسمها السي اس في، اللي هو نعمل امبورت السي اس في ونخزن الداتا في اكسل شيت. هنا بيقول لي عايز تخزن الداتا في اكسل شيت، هقول له ايه يس. فالداتا اللي موجوده هنا قدامنا بعد التنسيق هتتخزن فين؟ هتتخزن في اكسل شيت. بص كده عندنا اهو، متخزن في اكسل شيت اهو، في نفس الفولدر اللي فيه في القيم ده الاكسل شيت بتاعي اللي اس ام انستراكشن والنمبر ايه والنمبر، تمام. زي بالظبط الايه الريزلت اللي ظهر لي فين، اللي ظهر لي في على الشاشه هنا، تمام. طيب طبعا كل الانستراكشنز هيبقى ايه، هيبقى بنفس الايه، بنفس الشكل ده، هيظهر بنفس التنسيق ده. انا ما عملتش الريبورت ده او السيف الاكسل شيت الا فين، الا في الاس ام ايه انستراكشن. ضغطت عليها تاني يقول لي برده نفس الكلام، عايز اسجل القيمه دي، بقول له يس. بتسجل فين؟ بتسجل عندي في الايه، في الفولدر هنا، تمام. نفس الكلام طبعا عملته مع كل ايه، مع كل ايه الريزلت بتاعت الكالكوليشن. تعال نشوف الفيجواليزيشن. طبعا ما كانش ده شغال قبل كده، دلوقتي اشتغل، تمام. الفيجواليزيشن بقى كالاتي. احنا دلوقتي ممكن نضيف اشكال زي ما احنا عايزين، بس المشكله هتظهر دلوقتي. مثلا ضغطت ال سيم انستراكشن هتيجي ايه الفيجواليزيشن بالشكل ده، السيمبل فريكوانسي هيجي لنا ايه بالشكل ده، تمام. مفيش اي مشكله دلوقتي. الريجستر طبعا عامله بايت شارت، والباي ايه الجديد بقى زي ما اتفقنا ان الباي حاطينها في النسبه. وكان سائل المره اللي فاتت قال لي يا جماعه طب انا كده مش فاهم حاجه، لما يظهر كل واحد بلون مش فاهم ده معناته ايه. لكن لما تظهر النسبه كده خلاص انا بقى عارف كل ايه، كل سيكشن من ده وكل ريجستر اخد كام في الميه بالظبط من ايه، من السايز بتاع الفايل. نفس الكلام ايه كله اخد ايه نفس الايه، نفس الامكانيه دي، تمام. بس المشكله بقى لو انا جيت إيه مثلا جيت ارجع تاني للسيم فريكوانسي بيظهر عندي بالشكل ده، الشكل بيبوظ خالص. فانا ملاحظ ان ده بيحصل ما بين الباي تشارت واي ايه واي تشارت تاني. لكن لو فضلنا شغالين كله باي مفيش اي مشكله، لو فضلنا كله شغالين بالاتنين تشارت دول مش هيحصل اي مشكله. يعني لو فضلنا شغالين بالشكل ده او بالشكل ده مفيش اي مشكله، انا عمال اتنقل بينهم من غير ما يحصل اي مشكله. بس المشكله بقى لما بتنقل ما بين الباي تشارت واي شكل من اي من الاشكال الجديده على طول بيبوظ. فاحنا يا اما حاجه الاثنين دلوقتي، يا اما نشتغل كله باي تشارت، يا اما نشتغل ايه، يا اما نشتغل من الشارت الايه اللي انا وضحته لكم دلوقتي اللي هو الشارت اللي هو البار تشارت او الايه او اللي هو هنا ده الاي اس ام ده اللي هو بالشكل ده كده او كده. نفضل ننوع بين الاثنين دول، ممكن ندخل معاهم اشكال تانية دي، تمام. فانتوا شوفوا كده رايكم ايه وايه وردوا عليا. انا كده خلصت، يعني خلصت اللي عندي يعني.